ليه منتخب مصر بعيد عن الساحه في المشاركات الافريقيه وان التاهل لكاس العالم تاهل الاولمبيات؟ ليه احنا دايما بعاد او ما بنوصلش حتى للمنافسه على المقعد في اخر لحظه زي ما بيحصل في بقيه الالعاب التانية؟ علشان المنتخبات التانيه في لعيبه كتير قوي بتلعب في اوروبا فيها. مثلا منتخب السنغال لو انت بتتفرج على بطوله افريقيا هتلاقي في لعيبه كتير جدا بيلعبوا في اليورو ليج ام بي اي. فاحنا ما عندناش الكلام ده دلوقتي. يعني احنا عندنا كان انس سامه بس كان بيلعب، عاصم مرعي، مش عايز انسى اسماء، بس تلاقي 3 او 4 لعيبه بس. الموضوع ده برده بيفرق في الاكسبيرينس في التجانس شويه. بس انا شايف السنه دي منتخب ان شاء الله ممكن يروح كاس عالم. عندنا ويندو في شهر 7 وباذن الله نقدر نصعد كاس عالم. بقالنا كتير قوي بعيد عن كاس العالم، بس ان شاء الله نقدر نعمل كده السنه دي مع كوتش روي، مدرب عالي جدا، كابتن وائل بدر، كابتن سولي برده مساعدين، فان شاء الله نقدر نروح كاس عالم السنه دي. تمام. طيب احنا مثلا لو هنفترض ان احنا كاس العالم وده كل الاولمبيات، تحب تروح انهي فيهم؟ سؤال صعب، بس كاس العالم. اشمعنى؟ علشان انا عمري ما لعبت كاس العالم قبل كده ولا عمري لعبت الاولمبيات، بس انا نفسي اجرب كاس العالم. بفرج عليه من وانا صغير، ماتشات بتبقى صعبه، ديفنس رخم شويه، بيبقى في جماهير كتير قوي، اجواء كويسه جدا، فانا نفسي اجربها. وكمان مع منتخب مصر الموضوع بيبقى مختلف. تمام. طيب بالنسبه مثلا لمنتخب مصر، هل شايف ان منتخب مصر في السنين اللي جايه فعلا يقدر يكون منافس قوي على بطاقه التاهل لكاس العالم؟ يعني انت نفسك ان احنا ان شاء الله باذن الله نتاهل، وطبعا كلنا عايزين نتاهل لكاس العالم في الفتره اللي جايه، بس هل فعلا في بوادر تقول ان احنا نقدر نروح كاس العالم؟ ما وعده في السؤال صعب. ما اعرفش بس انا متاكد ان الجروب السنه دي حلو جدا، يعني كويس جدا. في كذا لعيب بيلعب من بره جايين، يعني عاصم مرعي، انس سامه، في كذا لعيب كان بيلعب بره وجه، وان شاء الله نقدر نجنس لعيب في المنتخب. فالموضوع ده هيقدر يساعد اكتر بالمنتخب، ويبقى لنا مشاركه، يعني الحصول على المشاركه في كاس العالم تبقى اكبر شويه. طب ان شاء الله بندي تجنيس لاعب، ده شايفه في مصلحه المنتخب؟ طبعا. طب يعني ليه ما كانش موجود قبل كده، او ليه بدا يتطبق من دلوقتي؟ انا ما اعرفش ليه كان ما كانش موجود قبل كده، بس هو كابتن مجدي ابو فريخه كان هيجنس لعيب من مصر صالات سبنسر، بس لسه ما جنسوش قوي، يعني لسه الموضوع ما تمش عشان تفاصيل الورق وال الموضوع بياخد وقت برضو. بس انا اتمنى طبعا ان احنا نجنس لعيبه مع لعيبه كانت بتلعب بره، فده ان شاء الله يقدر يساعدنا ان احنا نوصل كاس العالم. طب لو انت متابع، هل شايف حد مثلا افضل من سبنسر نقدر نعيده او نجنسه يبقى موجود مع منتخب مصر؟ في محترفين كتير قوي دلوقتي في مصر كويسين، زي ادجار سوسا، كرويستر بتاع الاتحاد، سبنسر صلات. طب كل واحد فيهم بقى كويس ليه؟ يعني او كويس في ايه مختلف؟ عشان بيعمل المهام بتاعته. طب ماشي، مختلفين مع بعض عن ايه بقى؟ ادجار سوسا بيعمل المهام بتاعته، انا بتمرن معاه دلوقتي. من القليل قوي انت تلاقي لعيب بيدي نصايح للعيبه الثانيه. ما هو هو مش لازم يعمل كده، هو عايز يلعب ويتمرن وبعد كده يمشي، يعني مش لازم ان هو يلعب يدي. لا بس ادجار اليومين اللي فاتوا بيديني نصايح في الملعب واعمل كده عشان انا لسه جديد على الفريق. فالموضوع دوت برده هو بيعمل المهام بتاعته، يعني قليل قوي لما تلاقي لعيب باسكت بول يعمل المهام بتاعته في الملعب. فالموضوع دوت هو ده اللي مخليني شايفهم احسن 3 محترفين في مصر دلوقتي.